السلام عليكم ورحمة الله، مثل الأحوال فخامة الشعب الجزائري. اليوم نحكو شوية على الهوية. الهوية الجزائرية، نديرو غير مقدمة صغيرة. الهوية الجزائرية تعريف صغير نقوله. الهوية الجزائرية عبارة عن ماذا؟ عبارة على برقية أنفلوب فيها تامبر بدون عنوان. هذه هي شتو البرية فيها التامبر بصح ما كانش العنوان. هذه الهوية الجزائرية. اللي يجي يحط عليها أدرس قبائل يجي يقول أنا أمازيغ، حط أنا أمازيغ. العرب يجي يقولوا إحنا عرب، الشاوية إحنا شاوية، الشاوية دركي إكسيتيرا. عندنا أدرس واحدة يا جماعة، الأدرس تاعنا هي جزائرية. اللي عايش في هذاك الوطن راه جزائري، اللي يحب هذاك الوطن ويحب المواطنين تاع هذاك الوطن راه جزائري. العقلية هذه والمفهوم نتاع السكان الأصليين هذا راح، ما بقاش في الوقت الحالي في 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 العشر في الزمن اللي رانا عايشينه. ما بقاش هذا اللي هو هذا المفهوم راح نتاع ان هذاك الوطن هما المواطنون الاصليين تاعو، هما اللي يعتبروا المواطنين تاع الصح تاع هذاك الوطن. هذه راحت، راحت من القاموس عند القور. الناس اللي يعرفوا يعيشوا، الناس اللي يحوسوا يتطوروا، لقوا باللي الانتماء هذا والتعصب هذا وهذا، لقوا باللي راهم يدير لهم روتار في التقدم في التطور. لقوا رواحهم بلوكيين لأنه يشكل عائق، بلوكاج عائق. لأنه كنت عود عندنا مجموعة يخدموا على حاجة باش يطوروا بها البلاد، وتكون هذه المجموعة فيها فئة نقولوا قبائل وفئة شعوية وفئة هكذا، وما يتفاهموش في بعضاتهم على جال الأصل. هم الجماعة هذوما يتفقوش في بعضاتهم والخدمة ما تمشيش مليح وتطول. العوض المنتوج يحكم شهر ولي يحكم عام. هذا مثال برك على العنصرية تاع هذا التعصب اللي قور فاقوا بها. نحاو هذا العائق، نحاوه. ولات هنايا المواطن اللي عايش في هذا الوطن واللي راه يخدم ويحب الشعب ويحب الوطن هو مواطن ينتمي إلى هذا الوطن، والمجموعة عن هذا يعني هم متقدمين ومتطورين. تحاول عقدة هذه من رسم تاع التأصل والأصل وهكذا. إحنا مازالت فينا وزادوا شعلوها القبائل، زادوا حياوها وحياوها وغرسوها بقوة. العوضين حوها. والعجيب في الأمر، الغريب والعجيب، انهم القبائل هنا في كندا كيعطوهم قعدوا 3 سنين عطاوهم الجنسيه وهكذا، مسامي الكندي يقول لهم اوني دي كنديا، احنا رانا كنديان. علاه ما تقول لهم شنو القبائل؟ ها اوني دي كنديا باسكو خلاص ولاو كنديان ولاو ينتموا للمجتمع اون كونتريبيو في التقدم لي بانويسمون تاع البي. هذا انا زعق عليهم. وعلى كي تروح لبلادك تدير هذه التفرقة هذه وعلى بالك بها باللي هنايا الانتماء تاع الوطن هذا كاع رانا خاوة خاوة في الوطن هذا ونخدموا بيه، وانتم في الوطن نتاعنا تديروا التفرقة وتلعبوها تقولوا خاوة خاوة في الجزائر. هذا راه مرض، هذا راه عقدة، هذا لازم نحوه. هذا التأصل، هذا هذو شاوية، هذو قبائل، هذو عرب، هذو نويل، هذو ميزاب، هذو هاك، هذو هاك، هذا نحوهم نورمال بون. نورمال بون رانا قاعدنا أدريسة واحدة، جزائريين فقط، باش نبلو الوطن هذا ونزربو به نمشوه. والكلام هذا راه نعني به الشباب هذا اللي طالع، مش نعني به هذا اللي عاشوا وقت المجاهدين ووقت الإرهاب. هذو مش معنيين، هذو راه مرضى قاع.
مرضوا ساكن. انا الشباب هذا اللي ما مرضش ما تعدوش اللي موش معدي وراح نتعدوه، ما تعدوش بهذه الحوايج. هذا اللي هو باش يخدم الوطن نتاعو، ما كان ني شاوي ني قبايلي ني عمار بوزوار ني نايلي كاع جزائري. اذا كنتم مسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم واش قال لكم؟ من عشر قوم من 40 يوم اصبح منهم. هنا في كندا، هنا في كندا تقعد 3 سنين تخدم فيها، هما واش يقولوا؟ هما مع الدراسة تاعهم مع الأخصائيين تاعهم قالوا باللي كل إنسان يقعد 3 سنين هنا وما يخرجش معناته راه يحب الوطن، معناته إنسان يساهم في بناء الوطن. واش يديروا له؟ يعطوه جنسية، يعطوه باسبور، ويعطوه كل حقوق نتاع الانتخابات، مام حقوق الترشح. حبي يدير حزب يديرو. أنا هاد متطورين ورايحين للسماء، احنا قاعدين حاصلين في الهوية. بربر أمازيغ تيجي ما تبلو الناس حميدة شيئة مسخير هذا. نرجع كلمة لنا الرزلين كنو هذا أو سعيد سعدي خي منكم، تومي هذيك خي منكم يا اخي، كنت تقدر يخرجوا لنا الرزلين نكلو، لنا الرزلين نكلو. تلعبوها عايشين على فرنساز وعندكم برنسيب وراكم كيما القور وراكم هكذا. القور كي تعود عنده كلمة سي كلمة يموت عليها ويبقى على رايو. انتوما جاكم بوتفليق عطاكم شوية مرقاز، عطاكم شوية دعامكم، عشيتوا تقولوا نعم نرز نعم نكنو. ولاد خالدة تومي عايشة في حيدرة من شعب الرائع، عشان مهم فيلا في بلاصة هايلة، سعيد سعدي وراه القبائل ويحيى بركة. تلعبوها الناس، عندكم برنسيب وعندكم مبادئ وعندكم هكذا وهكذا. ديجا اكتشفكم الوقت، الزمان هذا كشفكم. بركوا متمرضونا في الجزائر، الشعب الجزائري خلونا من العقلية هذه قبائل شاوي جنيني. خلونا نبنوا الجزائر ديروا كما القور يا اخي، تعندوا في القور يا اخي، تقولوا احنا رانا عايشين كما القور ونعيشوا عيشوا مع القور على الصح، مش تدوا الزبدة والحوايج اخرى ما تدوهاش. كما مثال كما نسى الجزائريات هنايا، نسى اللي لعبوها عايشين على فرنساز، يتزوج براجلها حكاية الدراهم باش يصرف عليها ويحوس بيها ويوكلها في لي ريستورون وكلش. تقول انت هو الجزائري ورانا جزائريين، وانت هو كي يبدا يركلام يقول على ما تخلصيش انت. هي تقول انت هو العرصة، انت هو احنا رانا جزائريين ما ناش قور، الرجل هو يقوم بالمرأة. بصح كي تجي حكاية تروح تشطح دونسي، تروح تحوس تلبسة وهكذا، الرجل كي يهضر لها يقولها تقول له انا عايشين كل قور، واش انا في بلاد القور احنا رانا متقدمين، انا عايشين كل قور. شفت هذا هو واش معناتها في الجزائر مع هذو الجماعه تاع القبائل. الحوايج اللي بانوا بها لي زابارونس وهكذا وهكذا، رانا عايشين كل قور. الحوايج اللي جبدوا بها الدراهم والسرقه وهكذا، رانا جزائريين. كانوا مطبلعات يا جماعة، كما قال لكم سيلقيت صالح لقد تبين الخيط الأبيض من الأسود. ناس مرضى معقدين، دين الرب عقدون للبلاد. على جال كلمة أمازيغن، على جال درابو فيه كروا، دبل كروا دين الرب، دبل كروا درابو هذاك باش يقولوا القور احنا رانا دبل مسيح مش غير مسيح. كما واحد في البسكر يقول له اعطيني دبارة دبل حار. هنا ثاني القور راهم مسيحيين ينس كروا واحدة، القبائل سي دبل كروا. يا اخي تمسخير يا اخي، ما
ناقدين مازالوا حاصلين في الهوية يمازيغن. واش عتدوا بربها يمازيغن هذا؟ انا شاوي وحر عليكم ومازيغ حر عليكم ثاني. حنا اللي هزتنا دي هي الكهينة تاعنا جيبا كوسيلة هذو كاع تاوعنا هما الكهينة كي جاو داخلين المسلمين العرب المسلمين كهينة جبدتنا جبدتنا جبال الوراس هذوك هما الشاوية الفري بربر اللي قعدوا ما تخلطوش. حنا شاوية ما عندناش هذا التمسخير هذا، حنا نحوسو نعيشو ونبلو البلاد. حنا رانا متطورين حنا الشاوية فاهمين الدنيا فاهمينها كيما القور اللي يعيش في هذاك الوطن ويخدم الوطن يصبح من هذا الوطن. عندناش هذه العقدة تاع أنا شاوي ولازم نفرضو الشاوية ولازم نفرضو هذه وهذه بلاد الأمازيغ والعرب هذو لازم يروحوا يرجعوا للخليج. من يرجع للخليج يا محمد؟ جزائريين أخويا الناس راه فات 3 قرون مش 3 سنين. أي فات 3 قرون أسي محمد راهي قرون وهي في الجزائر فيهم الشهداء وفيهم المجاهدين وفيهم الحركة ذاني هم عايشين في البلاد يعتبروا جزائريين كما أنت. عن هالجزائر راهي متخلفة كما قلت مع الأول أنا العقد هذه النفسية هذه هي مشتركة في التأخر تاع التقدم والتطور. لأنه عنها واش رانا نشوفوا واش لاحظوا كما قلت أنا المجموعة في سوناطراك غير هما هما اللي حاكمين لي بوست الكبار ما يكونش واحد بيناتهم يجي يطلع واحد ينحوه. والتحت كاين غير لا غالب شاوية ولا عرب ورا انا سوناطراك مسروقة منهوبة ومش متطورة وما يديروا حاجة يجيبوا الكوري يطوروها يخدموها. مش غير سوناطراك جا رب راب هذا اللي يهضروا على ربو هذا سرق الجزائر وراح مع التوفيق وهرب تحسبوا سرق واحد وراح او داخل فيها التوفيق القبائلي وجماعة تاع قبائل هما استعملوه باش يهرب درام وهرب ودار ديزيجين في الجزائر كيبنى شركات يخدم غير القبائل هاي العنصرية ولا ما يخدمش الاخرين. هذا هو المشكل تاع الاصل تاع التاصل هذا في مشكل كبير في مشكل كبير وعميق. عنا الجزائر متوخرة عنا المشاكل ظاهرة هذه سرقوا الجزائر ومازال ما شبعوش يزيدوا ويسرقوا ويواسوا لحقوا للجيش الجيش بكري تاع الجزائر بعد الاستقلال استقلت الجزائر. الجزائر لازم لها حماية بس كل عدو مازال كاين العدو تاع المغاربة التوانسة لفرنسا كلت لهم الأرض وكل هذيك وعطتها للجزائر والصحراء هذو كاع يحوسوا يدوا بلاد يدوا الجزائر. الشاوية ما حبوش يخلوا الجزائر هكذاك الشاوية كاع دخلوا الجيش رجعوا المجاهدين يبقوا حيين رجعوا مجاهدين رجعوا الجيش ولا بوليس ولا سيارات وجندارم. أنا بكري كي نشوفوا جندارم لا بوليس سيارات معظمهم كاع شاوية يحموا الوطن وما اختلسوش بقاو يحموا الوطن لا غالب كانوا فينا هذوك الكابرانات فرنسا الخبثة. كرة الجزائر طولت لأن شوف لأن في الثمانينات الجزائر كون بقت على هذاك الريتم هذاك والله غير تولي أقوى دولة في إفريقيا لا غالب. فرنسا شافت الجزائر تنفس تعمل التوفيق الكلب هذاك كما حكيت لكم بكري واش دار دخل دعارة ودخلها دروك في الأحياء الجامعية تاع البنات والولاد باش الجامعة تولي
تولي ضعيفة، لأن هي مصدر الثقافة ومصدر التطور تاع البلاد. وزيد وزيد مش غير هو عنده جماعته، وزيد بداو يخرجوا الشاوية من الجيش، كل ما يشوفوه الشاوي كل ما يشوفوه الشاوي يخرجوه، مام كي يشوفوا الشاوي راح يدخل سكرت ميليتر ما يدخلوش، شكل خطر. يشوفوا الشاوي يطلع يطنا كورونير راح يقريب يطلع باش يولي جنرال يولي هكذا يخرجوه ريتريت. غير لقيت صالح فلت لهم برك وشوية شاوية فلتو والحمد لله، أنا ننظفوا فيهم، هم ينظفوا فيهم الجيش، لأن الهدف تاعهم هذا مش بناء الجزائر، مش لإصلاح الوطن، مش لتطور الوطن، لأن الهدف تاعهم هذا هو لتخريب الوطن لصالح فرنسا، لأن فرنسا ما كتشوفوا فيها درك بدأت تضعف، الطوموبيل تاعهم يتباعوش، الطيارات تاعها ولاو ما يتباعوش، الأمور تاعها راح تروح في الفقر فرنسا هذه، خرجوا لها لي جيلي جون، ودوك من بعد كون تكمل هكذا تولي يخرجوا لها لي جيلي جون، فار، أحمر، فيولي، زرق، اكحل، وروح، فرنسا باش دعم روحها عندها الروت سكور تاع هي الجزائر، يعني فرنسا الجزائر كانت من الجزائر العاصمة لتقرت برك، فرنسا جات حفرت. شيت وقلت هذه قاعد تاوي، وفي حكايه اتفاقيات ايفيان نفهم الناس برك علاه اتفاقيات ايفيان مازالوا كاينين في الجزائر ومازالوا يجدوا فيها، لان فرنسا قبل ما تخرج من الجزائر وكان جيش الحدود بقياده بوميديان وراه خوفتهم، دار تجارب نوويه وقالت لهم كم تطبقوا ليش كم تديروش الجزائر نرحيها، يعني بدأ لكم قنابل نووية، هذه الحكاية برك. أنا جيش الحدود يطبق في القوانين هذيك تاع اتفاقية إيفيان خوفا من دلنا قنبلة نووية في فرنسا، وعلى بالكم بالنتائج. وبدين أبو مدين كي بدأ يفوق لهم وبدأ يتحرك وبدأ هكذا وبدأ يغير السياسة وبدأ يغير العقلية معهم وكلش، يا أخي قتلوه، قتلوه بجماعة توعنا زواف. هذه الحقيقة، راه شوفوا التاريخ. ولا فافاس هذو ولا رسيدي ولا قبيل عندهم احزاب قديمه انتقاميه، ما كلهم القلب تاعهم ضل ياكل فيه ما قدر مغزين حوس يدوا الحكم، هذا كاع انتقام لاي تحمد تاعهم عندهم، هذا الحقد هذا مش لبناء الجزائر وحب للشعب الجزائري، ولكن انتقام وارضاء فرنسا، لأن فرنسا واش بقى لها؟ ما بقى لها والو، عملاء تاعها كاع راحوا الاخر في الحسبة السبحة، هو توفيقه في الحبس لهشام عبود غاضو، واش بقى لها؟ بقات اللغة الفرنسية نحو ربها ان شاء الله، تولي اونجلي الدعوة، باش الناس يقولوا لي اونجلي وعربية، عربية لغة الدين، كي تطور اللغة العربية وتخدم بها حواج علمية ثم أنا نقول لك نديرو عربية، كي لازمنا نتبعو اللونجلي لغال نتبعو الوقف، فرنسي واش واقف فيها سيت طاعت الفرنسي في حد ذاته ما يتعلمو في اللونجلي، شنو يتواسو اللونجلي العرب سمحوا لي العرب تاع السعودية وهكذا للعربية خرجت منهم في حواج تاع الجامعة والعلمية والتطور يستعملوا اللونجلي، في بعضات تاع شفيك شفيك يهضروا بالعربية وراها، والدين يهضروا بالعربية وتقولي بهذاك بالعربية، على بالهم ثاني
هما لازم يكملوا العربية والدين على بالهم هما الحجاج، كل ما يجي يحجوا أو بترول آخر، بترول أبيض، عندهم بترول أسود يدخلوا به الدرام، والحاج بترول آخر يدخلوا به الدرام. أنا فوق رواحنا برك، هذا الشعب الجزائري فوق رواحنا، فوق رواحنا ونبنوا الجزائر. والنظافة تاع الشعب الجزائري كما قلت أنا، نظافة مش غير من فوق، نظافة ثاني من تحت. الشعب ثاني راه مشارك، مشارك في هذه الاختلاسات، مشارك في هذا التخريب، مشارك في هذه الأمور، وخرب نفسه. وصلت لدرجة بكري الشعب الجزائري يحافظ على نفسه، يحافظ على السكر، يحافظ على القهوة، على الماكلة، الخضرة كيجي خاضر يشري بالحساب، التقشف. رعت هما طلقوا لهم الفانا درام تاع السرقة، عشاو البنات هاجوا وعوضي باش يطيبوا، عشاو يجيبوا كاس كروطات ساندويتش كاس كروط، عشان يهمبر هما يأكلوا كاس كروط. عقلية المرجع، اختلاسات، يأكل ويطيش الكعط، يطيش الصاشي، تأكل وطيش كعط وصاشي، ما على بالكش بلي كاين عبد وراك يجي ويهز الزبلة مسكين، عنده راك تظلم فيه، راك تدير فيه الظلم وماكش فايق راحك، راك تدير فيه ظلمين، ظلم واحد انك توسخ في البلاد تاعك ومحيط، الظلم الثاني انك دوبلي في الخدمة لإنسان فقير ولي يهز الكعط تاعك اذا هزو الساشيات الزبله، زدت فينا غير العقده، عقده النقص تاع اللغه الفرنسيه نبانو بها نزخو والكره في الخارج. انا جزائري شوف جزائري يهرب منه، لازم كاع هاد الحوايج نسقموها، لازم الشعب يسقم هاد الحوايج تحت، نديرو السيفيزم، نبلغو على اختلاسات السرقة باش نطبعها. عطيني وما نبلغش عليك، عطيني خبزة ياك تاكلو في الحرام يا دين الله. القهوة سهلة يا دين الرب، القهوة سهلة. وصل لدرجة انا راحني بلعطوه ربي سبحانه، ربي راحني بلعطوه يا خالتي. روح يسرق 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 يجمل الدرام، ويقول لك الدرام هذه نعيش بها بالرفاهية ونعيش العيش الكريم ونعيش ولادي. وش يدير باش ربي يرضى عليه؟ روح يبلعط ربي، يقول روح يحج، ويجي من الحج يقول يا ربي خلاص فهمنا الدرام هذه تاوي، ما تساني ما نسالك، انا حجيت لك رعت لك الكعبة هذيك درت فيها، كعبة المكرمة اني درت فيها تربح فهمنا، ولا راح يبني له جامع، يبني جامع يقول لك خلاص. كون الجزائر كملت على هكذا اقسم بالله، اقسم بالله في كل دار نلقاو اربع حجاج ولا خمس حجاج، وبين كل في شارع بين كل اربع منازل نلقاو مسجد، تعمر الجزائر مساجد وحجاج. وانا اقول ثاني باش نكمل الرسالة هذه، خلونا نخدموا البلاد، خلونا نمشوا بالمنطق بالوعي، كما قالك القاوري، ما نهضرش على الفرنسي انا، ما نستعملش الحكم التوحم، نستعمل الزونغلي انا. الامريكان واش قالك؟ what you see is what you get، قالك واش راك تشوف هذاك هو اللي راح تديه اللي تلقاه. المنطق، المنطق ما عندهمش هذه يا ربي ان شاء الله تجي، هذه يا ربي ان شاء الله، هذه يا ربي كانش ولاش، ما عندهمش هذه. لازم نمشوا بالمنطق ونخدموا البلاد، نقول هذه جماعه تاع زيطوط امير ديزاد هشام عبود مغاربيه
والجماعة اللي تهجموا على الجيش تحوسوا تلبسوا الجيش بالسيف هذين الربة، تلبسوا لبسة الفيستا تاع جنرالات مصر وسوريا بالسيف هذين الرب كبرانات فرنسا جنرالات تاوعنا، وهذا مش حقيقة. شكون راه يدعم فيكم؟ على ما تقولونا شكون راه يدعم في ربكم؟ اي شكون راه يدعم فيكم؟ كيف راكم عايشين دين الرب وتهيجوا في الشعب؟ كنت صرا حرب اهليه دين الرب، ماشي غير الشعب فقير هو اللي يدفع الثمن. نتوما كم عايشين في فرنسا بانكس وفي لندن والرفاهيه والشعب هو ياكل في راحه. يا اخي على بالكم دين الرب الجزائر قاعد في اختلاسات، مؤسسة قاعدة اختلست، شكون ما يختلسش؟ يا اخي على بالكم بلي قايد صالح والجيش هم يدخلوا في الحبس هم ينظفوا، على ما تعاونوهمش العوض باش تهاجموا تحاولوا تبنوا الجزائر توعوا الشعب كيف يبني روحه ينظف بلاده، نبنوا الشعب نبلغوا على اختلاسات، لان التغيير يجي بالعقل. الشعب هذا يحسب روحه كاين ناس هم يخرجوا في التغيير، تغيير يحسب غدوة يتغير كلش، غدوة يولي يسوق في اودي، غدوة يسوق هذي، غدوة يولي ياكل كاسكروطات، تحسب كي كمل الحراك ونحيتهم كاع وهكذا. او تعاود تبني الجزائر من جديد سي محمد، ما كيتغير من الفوق وما غيرش في الشعب، ما كانك ما درت والو. لان الطبقه الفوقانيه هذيك منين جايه؟ جايه من الشعب. منين جايه؟ من الشعب. لازم الشعب اللي يتنظف، لازم الشباب هذا، الشباب هذا لازم يتمركز ويدير مجموعات حسب النواحي العسكريه، ويخرجوا ينتخبوا نفوسهم يرجعوا مجموعه مركزيه ويقيدوا البلاد. الشباب لانهم شباب نظيف في راسهم، نظاف يبنون الوطن، ماشي مرضى معقدين يخرجوا غير تهجموا على الجيش غيول، تهجموا على الجيش اصدم اصدم، وهما شايفين الجيش ينظف. حتى شبعوا الدوفيز، شبعوا الدوفيز من عند الناس اخرى، رجال الاعمال هذونا السراقه هذو اللي دخلهم قيد صالح الحبس، العائلة تاعها ما لقاو حتى طريقه كيفاش يوصلوا الراي العالمي بلي العائلة تاعنا راهم نظاف، راهم انسان محقورين وحقروهم ودخلوهم الحبس. واش يديروا؟ يروح يتصلوا بهذا هشام عبود وامير ديزاد ويعطوا لهم اللورو 20 اورو ولا 80 اورو، يقولوا له هاك دفع لنا على لافامي تاعنا، ما سرقوش، يقولوا بلي ما سرقوش ما اختلسوش، وهم دخلوهم حقرا الحبس. تحسبونا مانيش فايقين؟ بلعطوا فينا انتوما دروك، تحسبونا ما نعرفوش المعيشه في الاوروب؟ كون ما تخدمش وما تتعبش ما تلقاش الخبزه نتاعك، ما تخلصش وين ما تلقاش الفراش سخون ترقد عليه، والله ما تخدمش ولا غير طايش لبرا هنايا، اقسم بالله غير تطايش كل كلب هنايا لبرا، الله ما على بالو فيك. تهضر معايا هضر معاك بالدولار ولا باللورو؟ هنايا اللورو والدولار هو صاحبي هنا يقول لك. انا نقول لهم هذونا زيطوط وهذا هشام عبود، كم تهيجونا في الشعب دين الرب؟ خلونا نبنوا الجزائر، خلونا نخرج من الأزمة هذه، حاولوا دين الرب لقاو حل، هاي لقاو حل، عاونوا الشباب يديروا حزب جديد سموه حزب السلمية. يا اخي زعما تعرفوا بليكم السياسة تعرفوا لها، تعرفوا تبلاطوا وتعرفوا تهضروا، يعاونوا الشباب يتكون يتهيكل على مستوى الوطن النواحي العسكرية، ويدير لنا مجموعات ويخرج مجموعة ويدير حزب. علاه نقول انا هكذا مجموعات؟ علاه نقول النواحي العسكرية؟ لأنه تقسيم جيد في الجزائر،
لأنه تقسيم ماهوش تقسيم جهوي، لأنه تقسيم وطني. هكذا نخرجوش بالجهوية، يخرج لنا حزب فيه ناس مخلطين من كل بقاع الوطن، وهكذا نحول العنصرية والتعصب والانتماءات والخرطي هذا، نقولوا كاع ننتموا وطن واحد ونبنوا وطن واحد. وما لنا ما يديروهاش، حوس على الدوفيز، حوس على الدرام، والله ما على بالهم برب الجزائر، ما على بالهم مش كاع بالشعب يموت ولا يتحرق ولا حرب اهليه ولا هذا. المهم الدوفيز تاعو يجيه او عايش، المهم السوق البنكس يقولك حرقت ولا طابت، طابت ولا حرقت ولا مش عارف. انا نقول الشاب توعى 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 على روحك فوق الراحك. انا ما خصني والو، انا لاباس بيا، انا راح نحوز دروك، انا راح لاك مدي الماكله نتاعي، ندير باربيكيو، ندير لاك، ندير كاياك، نعوم ونفرتح، باش نخمم على البلاد ونخمم على الشباب هذا اللي طالع. احنا اللي صار فينا بكري الشباب تاعنا ضيعناه في رب في بلادنا، حاشا بلادنا، في رب حكم الكلاب هذوك. هذا اللي غيضني انا، انا مشيت يصرى لكم نتوما الشباب هذا الشيء، هذا الشيء هذا مش باغي يصرى لكم والله. انا درك راني نعوض، راني نحاول ندير لو روتور داج هذا، انت روح ندير كايا، مش روتور داج هذا، داير كايا كي واحد يديرو كايا الناتير طبيعه ونديرها، لان تعبت باش خرجت من البلاد بالدرامي حلالي، وتعبت في هذه البلاد، خدمت وقريت الحمد لله. انا ننصح الشباب ما تحلموش بزاف، الحلم هذا راه خطا كبير. قال لك ما تطلق ما في يديك وما تلح يديك في الغار، الحلم هذا هو خطا، الاحلام هذه تطول العمر. علاه نعطيكم مثال، شتو هذوك لي سويسيدي وهذوك لي شاف يموتوا يقتلوا رواحهم بالعربية كيف يقولوا لهم، انتحاريين اللي انتحروا هذوك، كما مغنيين هذو، كما جانيس جوبلين، كما هذا تاع الاخر اسمه عربي كولد بلاي، صاحبه انتحر وزاد لحقه. الانتحارات هذه وش معناتها عندهم؟ معناتها الاحلام ما بقاو لهمش، حقه كلش اللي حوسوا في الدنيا هذه حقه، ما بقى لهمش، ما بقى لهمش على واش يحلموا، انا يسوي سيدا وراح. انا الحلم جبتو بالشعب ما يحلمش، الجزائر يحلمش في الغربه ويديرها وسيله في انه يبقى حي وعايش على جال هدف انه يخرج للخارج، شي خطا هذا. تخدم بلادك صعيبه البلاد هذه، انا كان الراسيزم ولا غير كاين في بعضاتهم، ولكن هما كيحبوا يخدموا وطنهم يخدموا يخلوك تخدم وطنهم، بصح فيها واحد الراسيزم شويه كاين، لانهم بلادهم. انا اقول الشباب ابنوا بلادكم، البلاد تاعكم عندكم كلش بنوه، يولوا هنا تاع كندا هما اللي يديروا لي ميغراسيون الجزائر، فرنسا دير لي ميغراسيون الجزائر، ماشي نتوما اللي تخرجوا من الجزائر. نهضر الشباب مش نهضر مع الصرعوفه هذه تاع الشعب هذا اللي عاش وقت الارهاب، اللي عاش وقت المجاهدين المرضى معقدين، ما عندهمش كاع التفاؤل، هذا مش قاعد باللي يحقوا الهدف يحقوه، عندهم اخطينا من البلاد تصلاحش عن البلاد قاعدت هكذاك، يجي يهضر لك خلينا من البلاد، خلينا من الشعب الجزائري، خلينا من نعرف غير البالو برك، كي ود ماتش فوت تاع الجزائر انجو خارجين نعيطو ونزغرتو تاعي الجزائر، باش عايز حوايج صح تبنوا بلادكم وتخدموها دعموها
معنويا وماديا وكلش والو ما كانش هذا دعمه غير السقاطة برك حوايج الفوت والبالون وهذا ما كان الجزائر قاعد تكذاك بالعيط الهيجان وخرج عيط كسر لبز اسرق بين الرجل نتاعك شغل راك شغل تيفاكوي تخرج خارجين بابا بابا كي تسالع كي تسالع كي تسالع وعاقل انسان طيب الحمد ربي طاعته في راجل كيما هذا جنرال يدين الرب حمدو فيه حمدو ربي دخلكم التوفيق هذا وجماعة السعيد المخنثين هذو دخلهم الحبس فوق ارواحكم الدين الرب سمعوني فوق ارواحكم قاعدين تسبوا فيه تسبوا في الجنرالات كون عينهم كون دالكم كما خالد نزار يخرج لكم جهة اخرى يا دين الرب كما التوفيق التوفيق هذاك طفلة طفلة شوفوا هذه شوفوا طفلة بنات تاع جبال مساكن يخدموا رعاة يخدموا رعاة الغنم مساكن تعرف تعرف يماها باباها خاوتها والغنم هذا واش تعرف عياتها مسكينة كي طلعوا بكري تاع الشيا هذوك وجماعة الغنيمة ومش عارف انا يحكموها طفلة مسكينة ما تعرف والو دين الربة غير مها وبيها والغنم ما تعرف والو في حياتها ما درت والو يحكموها ويعطوها ويرموها والديها ما يقبلوهاش تعشي في الدعارة يحطموا في الناس هذو لا لا هذو ما تخموش فيهم هذو بنات كيما هكذا يضيعوا ويضاعوا وبيبيات اللي قتلوهم ها لين هو الشباب هذا اللي عاش في الثمانينات ما على بالهمش بال الحوايج افطنوا خلونا نبنوا الجزائر ونظافه تاع الجزائر باش تنحاو كاع كيما قلت هذه ما كانش منها نضيف نضيف ينظف المسخ هذه هي كي يعود عندك الدرا تاعي مسخ تروح طيشو يا اخي تروح تغسلو نظفو وتستعملو علاه تخسر درامك هذه هي علاه حنايا نحيو كاع نظفو ماشي نحيو كاع نظفوهم نظفيو السوسه هذه كيما قلت هذا هو الوباء تاعنا اللي نديروه تاع القرلوات العوض تخرج وتقتل تخرج وتقتل ما درت والو يخرجوا لك لازم دير لهم نظفهم دير لهم وباء دير لهم السم ياكلوه يرجعوا العش تاعهم جماعتهم ياكلوهم ويبداو ياكلوا حتى ينتهوا هذا هو لازمنا حمله نظافه في الجزائر من تحت لفوق تحيه الجزائر